كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. السلام عليكم. جوال كوكبي فنان أمازيغي مختص في ستيل ديال الرويس. البدايات ديالي الفنية تقريبا بحال أي فنان، انطلاقة ديالي من الصغر ديالي، وأنا مولوع بستيل ديال الرويس تقريبا من الابتدائي. ولكن الانطلاقة ديالي الرسمية بدأت 2007 تقريبا مع واحد مجموعة إيمو السود أسسنا في مدينة أيتباها. الحمد لله استطعنا أننا نشارك بها في مجموعة من اللقاءات، مجموعة من الحفلات، مجموعة من يعني مجموعة من الفرص اللي كتقام محليا وإقليميا. بعد جات تجربة واحدة أخرى، يعني 2009 تقريبا جات واحد المسابقة اللي كتنظمها واحد الإذاعة خاصة هنا في أكادير. الحمد لله كنت من ضمن الخمس المتوجين بالجائزة الكبرى، ومن ثم بدات عاوتاني تجربه واحده اخرى. تر 2018 تقريبا جات الجائزه الوطنيه لفن الرويس اللي كتنظمها وزاره الثقافه هنا في مدينه اكادير. عطتني واحد الدفعه، واحد التشجيع، واحد المسؤوليه عاوتاني باش انني من ثم بديت سجلت واحد العمل فني اللي هو البوم اللي كيتضمن 6 الاغاني. من ضمن هذه الاغاني كاينه واحد الاغنيه وطنيه اللي كتحدث على الوطن وكتحدث على المعاناه اللي كيعيشوها مخيمات سكان تندوف. الحمد لله تلقى نجاح لدى الجمهور المغربي عامة والجمهور الأمازيغي خاصة، واستطعنا كذلك أننا نشاركوا في مجموعة من المهرجانات، مهرجانات دولية ومهرجانات محلية ووطنية. السبب الرئيسي اللي خلاني انني انتج هذا العمل هذا الوطني، وهو الا جينا نشوفوا الخزانه الاغنيه الامازيغيه، الاغنيه الوطنيه الامازيغيه، يعني الاغاني اللي عندنا وطنيين باللغه الامازيغيه معدودين على رؤوس الاصابع. هذا هو السبب الرئيسي. والحمد لله هذه الاغنيه هذه غادي ان شاء الله غادي تعاود، يعني غادي تعاود التوزيع ديالها الموسيقي من جديد ان شاء الله، وغادي تسجل يعني فيديو كليب ان شاء الله. تيغليفين هي لو سينجل الجديد ديالي من الالبوم الجديد ديال 2020، نزلتها في القناه ديالي في اليوتيوب بمناسبه راس السنه الميلاديه الجديده 2020. واللي خلينا اننا نسجلوا بهذا الستيل هذا وهو باش يعني باش نخرجوا من هذه النمطيه ديال الرويس، لانه موسيقى ماده علميه، يعني كتخضع للضوابط، كتخضع للقواعد. ولهذا ضروري من التكوين، ضروري من يعني من الدراسه باش انه تعطي واحد المنتج او واحد المحتوى، واحد الانتاج اللي هو في المستوى. لان كما قلت سابقا موسيقى هي ماده علميه، يعني ضروري انها تخضع يعني للضوابط ديالها وبالقواعد ديالها باش انك تعطي يعني شي حاجه اللي هي في المستوى. وبالخصوص الان كان يعني لهذا العصر اللي حنا فيه، يعني عصر متطور جدا، يعني الا بغيتي دير عمل في المستوى اللي غادي ينافس يعني في العالميه، لانه ما بقاش السوق التقليديه كما قلنا، يعني كتسوق المنتوج ديالك يعني محليا، دابا يعني المنتوج ديالك كتسوقو عالميا، يعني كتنزلو في القناه ديالك في اليوتيوب وكيشاهدوه ملايين ديال الناس. ولهذا الا بغيتي تنافس يعني العباقره في العالم، خاصك يعني تعطي منتوج في المستوى، منتوج اللي كيخضع للمعايير ديال الموسيقى. بالنسبة للأغنية فيها تجديد، سواء على المستوى الكلمات، سواء على المستوى الألحان، سواء على المستوى التوزيع الموسيقي اللي ما كانوش الفنانة ديالنا الرويس كيطرقوا ليه، نظرا كما شرت سابقا، يعني ما كاينش تكوين، ما كاينش دراسة ديال الموسيقى.
ولهذا كنحاول ما امكن اننا نعطيو يعني الاغنيه الامازيغيه في واحد يعني في واحد شكل جديد اللي يروق الجمهور ويروق يعني المتلقي المغربي بصفه عامه. باش توصل العمل ديالك في هذا العصر هذا لا بد ولا بد يعني يعني تلونسي المنتوج ديالك في اليوتيوب، لانه هو المنصه يعني منصه العرض كما كيقولوا لي بلاتفورم، هي اللي باقه في هذا العصر هذا، لانه السوق التقليديه كما كنقولوا ما بقاتش يعني بالنسبه للانتاجات يعني للسي دي، يعني ما بقاش ديك السوق التقليديه. الا بغيتي تروج المحتوى ديالك ولا بد انه تكري القناة ديالك باش توصل المحتوى ديالك للجمهور.